السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي كوتي كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخدمة سهلة، رندات المربعات. يمكن لك تخدمي بها جلابة خفيفة أو قميص أو لك الاختيار. نبدأ على بركة الله. بسم الله. كما كتشاهدوا دابا تكون عندنا ثلاثة الغريزات، واحد جوج ثلاثة. طريقة سهلة، ما عليكم إلا التركيز. نرجعوا لهاد الغريزة، غادي نعمر هاد ثلاثة الغريزات، واحد جوج ثلاثة. نضربو في التوب، ركزوا معايا دابا في هذه اللحظه هذه البدايه، فاش خصكم تركزوا مزيان. من بعد غادي تكون الطريقه سهله. غادي نعمروا واحد الغريزه، ثانيه، من بعد غادي نمشي واحد المسافه ونضربوا في الثوب. غادي نديروا جوج غريزات الثالثة، خلينا هذا بهاي. غادي نضربه في الثوب، القياس اللي غادي نخدمه فيه جوج الغريزات. الغريزة الأولى، الثانية، الثالثة. غادي نخدمهم هاد جوج الغريزات اللي خدمت في الأول. هادي الثالثة في الغريزات، دابا هادي ما غاديش نخدموها، صافي غادي نرجعوا دابا على ثلاثه د الغريزات. وحده، جوج، الغريزه الثالثه هي، دابا ما غاديش نخدمو في الثوب. غادي نرجعو على ثلاثة د الغريزات، الغريزة الأولى، الثانية، الثالثة.
واحدة، ثانية، ثالثة، نبقاو غاديين على هكذا حتى تكون عندنا 3 ديال الغريزات. الثانية دابا غادي نخدمو الثالثة، دابا كما كتشوفو تكونو عندنا 3 الغريزات في هاد الجهة هادي، 1 2 3. غادي نجيو وغادي نضربو في التوب نيشان هكذا، غادي نزيرو الخدمة مع التوب، وغادي نرجعو في هاد الغريزات الغريزة الثالثة. غادي نمشيو واحد المسافة، غادي نجيو توب هكذا، وغادي نزيدو مسافة أخرى قد هادي، من هنا غادي نزيدو قد هنا، غادي نخدمو دابا 2 غريزات. هاد الخيط اللي خدمناه اللي درناه هنا، غادي نخدمو واحد الغريزة هنا، غريزة واحدة اللي غادي نخدمو بهادو، هاد 2 الاخرين غادي نخليهم صافي. غادي نرجعو في 3 د الغريزات، الطريقة سهلة، خصكم غير تركزو في الاول الطريقة كيفاش غادي تخدمو في الاول، غتجيكم ساهلة من بعد. غادي نرجعو في هاد الغريزات بثلاثة حتى يتكونو عندنا كيما الطريقة الاولى، حتى يتكونو عندنا 4 3 الغريزات باش يكون مربع، على شكل مربع، داكشي علاش كيقولو ليها مربعات.
كي ما كتشاهدوا تكون عندنا ثلاثة الغريزات، الغريزة الأولى ها هي، الثانية، الثالثة. نمشيو دابا نضربو هنا، غادي نجيو للثوب وغادي نجيو النيشان مع هاد الخدمه اللي خدمنا، ونزيدو قد اخر، نجيو لهنا ونزيدو قد اخر ونضربو الثوب على هاد الشكل. نخدمو كيما هذا جوج غريزات هاد الخيط، جوج غريزات، الثالثة من هنا، من هاد الغريزة الثلاثة غادي نهزو واحد الغريزة صافي، نبقى غادي الخدمة كيما الطريقة الأولى هكذا. الغريزة الثانية، الثالثة، كما كتلاحظوا تكونوا عندنا عاوتاني ثلاثة الغريزات. غنجيو اون فاس مع الثوب نيشان ونشدو في الثوب، وحنا غاديين كيف العادة نخدمو ثلاثة الغريزات. كما شاهدتوا الخدمه سهله خفيفه دغيا كتوجد، خدمي بها جلابه خفيفه رائعه او قميص. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم،
بارتاجيو مع الناس اللي كيهمهم الأمر. ما تنساوش تشجيع للفيديو، وشكرا، وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.